أقيم بمحافظة إب العرس الجماعي الثالث الذي أقامته الهيئة العامة للزكاة ل 627 عريس وعروس. إلى التفاصيل. معا لتسيير المهور وتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة، شعار رفعه الأحرار ودعمه الأخيار وراهن على إسقاطه الفجار، أحرار اللواء الأخضر بكافة أطيافهم ومكوناتهم يحتفلون اليوم ب623 عريسا وعروس، ممن شملهم مشروع العرس الجماعي الثالث للهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب. ها هو اليوم نشاهد هذه اللوحة الجمالية في محافظة إب على الملعب الرياضي، ونشاهد هذه اللوحة من العرسان الذي حقيقة أدخلنا البسمة والفرحة إلى عدد من الأسر. هذا العمل العظيم يغيظ العدوان ويغيظ المرتزقة ويجعلهم يموتون بغيظهم، لأننا نفرح ولأننا ننتصر بهذا المهرجان الثالث، والذي هو مهرجان ناجح ورسالة للعدوان، لنقول للعدوان موتوا بغيظكم، فإن هذا العرس الجماعي يعد جبهة لمواجهة العدوان حميدة ومبشرة بالخير. فتزويج الشباب من أعظم القربات إلى الله مع النية الحسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فندعو الله أن يديم هذه النعمة ونبارك هذه الجهود في هذه المحافظة من هيئة الزكاة، بارك الله فيهم والحمد لله رب العالمين. أجواء تتألق فرحا وتزداد وهجا وتزيد عاصمة السياحة ألقا واخضرارا بفضل الله تعالى وعبر أحد أهم مصارف الزكاة في محافظة إب. استهدفنا في هذا العرس الجماعي جميع الفئات بما فيهم الفقراء والمساكين، لهم النصيب الأكبر، أيضا أبناء الشهداء والمرابطين والجرحى من مصرف سبيل الله، كما استهدف العرس المركزي استهدف الجاليات من مصرف ابن السبيل. لقد وهبنا الله سبحانه وتعالى قيادة حكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي حمى هذا الشعب بالرجال المخلصين، بالرجال الأوفياء، بالقبائل الشجعان الذين ضحوا بأبنائهم وفلد أكبادهم للدفاع عن هذا الوطن. نشكر الهيئة العامة للزكاة ونشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على اهتمامهم بالعرس الجماعي لهذا الشعب اليمني، ونقولهم ألف مبروك جميع العرسان. يوم بعد آخر تثبت الهيئة العامة للزكاة للعالم أجمع بأنها مشروع رباني وفريضة دينية تكسر شوكة العدوان وتسقط رهانه الخاسر. من هنا ومن قلب محافظة إب اللواء الأخضر ترتسم الفرحة والبسمة على أفواه ومحيا هؤلاء العرسان، رسمتها وصنعتها الهيئة العامة للزكاة مكتب محافظة إب. كان معكم خالد علي الشراعي، قناة اليمن، من اليمن، محافظة إب.